أعزائي طلبة وطلبات الثانوية العامة، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهواء، الحلقة رقم 78. مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء، مساء الخير على كل مدرسي اللغة الإنجليزية اللي يتابعونا، واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال. النهاردة الحلقة بتاعتنا هتكون تحت عنوان Revision from Unit 6 to Unit 11، اللي هي مراجعة من الوحدة السادسة للوحدة الحداشر. ويكون في ضيفتنا في الحلقة النهاردة بالترتيب مستر رمضان التركي. مساء الخير يا مستر. مساء الخير يا مستر أحمد. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله بخير، الحمد لله تمام. ويكون معنا أيضا في الحلقة مستر سيد مصطفى. أخبار حضرتك يا مستر؟ الحمد لله يا مستر. تمام؟ حضرتك الحمد لله. الحمد لله. ومعنا أيضا في الحلقة مستر عماد المنشاوي. إزيك يا مستر عماد؟ حبيبي. أخبار حضرتك إيه؟ الله يكرمك. تمام. ومعنا أيضا في الحلقة مستر محمد علي. أخبار حضرتك يا مستر؟ الحمد لله الله يخليك. واخيرا وليس اخيرا معانا مستر اكرامي اللي هو كاجوال في الحلقه. اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله منور الدنيا كلها. منور بيك. طبعا الحلقه بتاعتنا النهارده عاملين زي ما قلنا من شويه ريفيجن على اليونتس فروم يونت 6 تو يونت 11، من الوحده السادسه للوحده ال 11. يعني تقريبا كده بنتعامل مع جزئيات الجرامر اللي هي في الوحدات دي، اللي هي بتتكلم على الاكتيف والباسيف والكوزاتيف والدايركت والاندايركت. فيا ريت كل الطلبه تركز معانا، لان كل جمل اللي هي موجوده جمل مبنيه على اعمال الفكر والتركيز. فيا ريت الطلبه بتاعتنا كلها تركز في الايه في الحلقه. وطبعا بنحب ننوه قبل ما نبدا الحلقه بتاعتنا ان الاستاف اللي معانا للحلقه وبالاضافه لبقيه فريق العمل في اللغه الانجليزيه، دلوقتي احنا بنجهز في كتاب المراجعه النهائيه للثانويه العامه اللي احنا يعتبر انتهينا منه بنسبه تقريبا 90%. وطبعا بنحب نضيف طبعا بالنسبه للاستاف اللي موجود معانا في البرنامج باقي فريق العمل اللي هو موجود معانا، بالاضافه للاساتذه الافاضل اللي احنا تقدمنا بذكر اساميهم دلوقتي. هيكون معانا في الكتاب طبعا مستر نبيل بكير، مستر خالد عطيه، مستر صلاح عبد الله، مستر محمد فتح الباب، مستر خالد عبد الهادي، مستر احمد عبد القادر، مستر عماد حمدي. طبعا الفريق العمل ده هو اللي بيجهز الكتاب. يعني الكتاب ده تقريبا فيه فكر بتاع حوالي 12 مدرس على مستوى الجمهوريه، خبرات مختلفه. فان شاء الله توقعوا كتاب تحفه باذن الله. نبدا الحلقه بتاعتنا ونستأذن من المخرج الجميل بتاعنا يجيب لنا بيج نمبر 1، ونبدا مع مستر رمضان التركي. اتفضل يا مستر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الطلبه طبعا احنا بننبه لجمل التشويس محتاجه تركيز كويس جدا، محتاجه قارئ جيد، محتاجه طالب بيركز كويس قوي في كل كلمه وفي كل معنى. جمل الاختياري طبعا الاختيار من المتعدد، لازم اعرف شكل الجمله وبتتكلم عن ايه. فانا لو قريت جمله زي نمبر 1 كده، A very fantastic view space from your classroom window. كاتب اختيارات كان بي سين، كان سي، ار سين، سين. زي ما قلنا في حلقات سابقه، اما الاقي الاختيارات كده متشابهه يبقى دي جمله جرامر غير جمله الفوكاب، بيبقى الموضوع كله مختلف عن بعضه. طب انا بصيت للجمله دي، كان بي سين دي باسيف، كان سي جمله عاديه، ار سين باسيف، سين برضو جمله عاديه. هبص بقى على الجمله كويس، هلاقي اللي بعد السبيس فروم، احنا قلنا اما يبقى بعد السبيس حرف جر اداه رب فول ستوب، يبقى انا بتكلم في جمله ايه؟ مجهوله، جمله مجهوله. فانا ما اقول ا فيري فانتاستيك فيو، منظر جميل يمكن ان يرى فروم يور كلاس روم ويندو. يبقى الاختيار بتاعنا لو انا مركز، انا سامع حد يقول لي ليتر ايه، فيري جود، كان بي سين. نمبر 2، اي كان ترافل تو لوكسور از ماي كار نيدز. الناس اللي مذاكره كويس، احنا عندنا نيد اسمها نيد 2، وحتى نيدز 2، فانا كده هركز على 2. فانا عندي 2 بريبير، وعندي 2 ريبيرنج، وعندي 2 ريبير، وعندي ريبيرز. احنا اتفقنا من شويه اختيارات متشابهه تبقى جمله باسيف، عندي في الستوب تبقى جمله مجهوله تماما، فالاختيار بتاعي يبقى ليتر، تمام، ليتر ايه، تو بي ريبير. نمبر 3، شي اولويز لايكس تو بي بولايتلي، لايكس تو بي بولايتلي. انا لما شفت بعد السبيس حرف جر 2 برضه دي جمله باسيف. هل تو سبيك تو بي سبيك ولا سبيك ولا تو بي سبوكن؟ الناس اللي مذاكره الاكتف والباسيف كويس اعتقد الموضوع ما بيحتاجش مجهود جبار ولا فكر كتير قوي. يبقى الاختيار بتاعنا تو بي سبوكن، ليتر دي. جميل جدا مستر رمضان، احسنت. ننتقل لبيج نمبر 3 مع مستر سيد مصطفى. اتفضل يا مستر. نمبر 4، الجمله بتقول ليتس هاري ذا بلين از جوينج تو تيكن. لما نبص برضه في الجمله دي هنلاقي ان برضه ديت جرامر مش جمله فوكاب. بعد از جوينج تو المفروض بجيب انفينيتيف مصدر، فهتلاقي في اختيارين ممكن يلخبطوني هنا، ممكن اختار تيك وممكن اختار بي تيكن. يبقى اذا هنا هو بيسالني في حاجه،
بيسالني يا ترى الفعل اللي انا هجيبه هنا اكتف ولا باسف. الحقيقه الجمله ديت هي جمله سهله بس فيها فكره. ليه؟ لان الفعل تيك فعل بنسموه احنا في اللغه فعل ان ترانسيتيف، يعني فعل لازم. الفعل اللازم لا ياتي بعده مفعول، ما بيجيش وراه مفعول، فبالتالي الفعل ده لا يحول للمبني للمجهول. وعندنا امثله كتير للافعال ديت في اللغه ولازم نكون عارفينها، لان الفعل ده ما بيجيش في المبني للمجهول. فبالتالي هقول the plane is going to take off، لان انا هقول الطائره سوف تقلع، فانا هنا مش محتاج ان انا اجيبها في المبني للمجهول، فهجيب الاختيار الاول. يبقى الاجابه هنا choice number A take. number 5 he space where to park the car when he gets there. he where to park the car when he gets there. he will be told, he will be telling, he will tell, he has told. لو لاحظنا هنلاقي ان معظم الاجابات future. will be told, will be telling, will tell, has told. برضو الجملة هنا فيها فكرة بسيطة، ان انا عندي الرابط when، ده رابط زمني، ولازم نبقى عارفين ان الروابط الزمنية لها قاعدتين، لما تربط بين فعلين في الماضي لها قاعدة، ولما تربط بين فعلين في الفيوتشر لها قاعدة تاني. القاعدة هنا هنا وين جاي بعدها gets، يبقى انا هنا جاي مع وين gets، يبقى ده انا كده رابط بين فعلين في المستقبل. لما الروابط بتربط بين فعلين في المستقبل بيجي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام، وقبلها مستقبل فيوتشر بويل. طب انا عندي هنا will be told will be telling مستقبل مستمر will tell، طيب هنا هي هتبقى مجهول ولا معلوم؟ لو انا اخترت will be told will tell اللي هو رقم سي، فهقول هو سوف يخبر، وبعد كده بقول where، مش هينفع لان الفعل tell لازم يجي وراه مفعول، فبالتالي مش هينفع اقول هي will tell واكمل واقول where to park. لا، انا هنا الاجابه الصح will be told، هو سوف يخبر. نمبر 6 all the efforts space by our teachers should be appreciated. all the efforts by our teachers should be appreciated. made will have made will make will be made. برضه هنا في فكره مهمه قوي يا جماعه، والفكره ديت لها علاقه بقاعده ثانيه خالص احنا خدناها في يونت 3 اللي هي قاعده الريليتيف بروناونز، ضمائر الوصل. بالرغم ان انت طبعا زي ما انت شايف في الاختيارات ما فيش ضمائر وصل، بس هنا لو انا اخترت فعل زي مثلا will make او will have made او will be made او made من غير ما ابقى فاهم، هيبقى في خطا هنا. وهنا فين فعل الجمله؟ هو فعل الجمله make اللي انا هختاره ايا كان شكله، ولا should be appreciated؟ الحقيقه هو فعل الجمله should be appreciated. الفاعل بتاع الجمله هنا all the efforts made by our teachers، دي كانت جمله وصل بعد all the efforts اللي هي كان اصلها all the efforts which are made by our teachers، كل الجهود التي تبذل، لازم اقولها كده. طيب هو فين which وفين are؟ ما احنا عندنا برضو في قاعده الريليتيف بروناونز ان ضمير الوصل لو جاي بعديه فعل مبني للمجهول ممكن اختصر الجمله بان انا احذف ضمير الوصل واحذف فيرب تو بي واسيب التصريف الثالث، فتبقى الاجابه هنا made all the efforts made. احسنت يا مستر سيد. ننتقل لبيج نمبر 4 مع مستر عماد المنشاوي، اتفضل يا مستر. جمله نمبر 7 sometimes mistakes space it's a human nature. طب نبص على الجمله كده كويس هنلاقي الراجل بيقول احيانا ترتكب الاخطاء. طيب هو انا لما جيت قلت احيانا ترتكب الاخطاء ما قلتش مين اللي بيرتكب الخطا، اوكي كده يبقى الجمله بتاعتي شور هتبقى باسيف. طب اي جمله باسيف في الدنيا؟ بصوا يا جماعه بشكل بسيط قوي، جمله الباسيف هتبدا بمفعول فيرب تو بي الباست بارتفول اوف ذا فيرب، بعد كده بنجيب باي وبعدها فاعل او ويز وبعدها الاداه او الوسيله. انا عايزك تفتكر السطر ده كويس قوي، معلش هقوله تاني، هقوله تاني. تاني يا جماعه هبقى مفعول فيرب تو بي، بعد كده الباست بارتيسيبل اوف ذا فيرب، محتاج باي معاها فاعل، محتاج باي معاها فاعل او محتاج ويز ومعاها الوسيله. طيب نرجع للجمله بتاعتي تاني sometimes mistakes it's a human nature. مبدئيا كده letter دي انا عمري ما هفكر فيه، لا لان الليتر دي ما فيش فيه فيرب تو بي ولا هو تصريف ثالث. اتفضل لي ار ميد هاف بين ميد وير ميد. طب انا بقول هيومن نيتشر يعني انا بتكلم عن حاجه قريبه من الحقيقه، يبقى انا قريب من البريزنت سامبل المضارع البسيط، يبقى المنطق ان انا اختار ار ميد.
الجمله اللي وراها نمبر 8 dont let yourself dont let yourself ده شكل يا جماعه من اشكال الباسيف شكل من اشكال الباسيف الفاعل والمفعول فيه حاجه واحده الفاعل والمفعول فيه حاجه واحده طب يا مستر لما بيبقى عندي الفاعل والمفعول حاجه واحده ايه القاعده اللي بشتغل بيها بيبقى عندي let ضمير منعكس بعد كده be بعد كده the past participle of the verb هتبقى الاجابه المنطقيه اللي هنشتغل بيها اللي هي letter C اللي هي be chatted طيب اخر واحده عندي نمبر 9 the new building will be used the new building will be used طيب ده راجل جايب لي new building جايب لي المفعول new building جايب لي المفعول بعد كده عندي في verb to be وعندي في التصريف الثالث يبقى انت كده فاضل لك حاجه من اثنين فاضل لك لا اما with لا اما by احنا قلنا يا جماعه ان by بيجي وراها فاعل with بيجي وراها الأداة لو انت بصيت عندك انت في عندك young children يبقى الطبيعي ان احنا هنشتغل بباي فتبقى اجابه الجمله هنا باي احسنت يا مستر عماد ننتقل لبيج نمبر 5 مع مستر محمد علي اتفضل يا مستر نمبر 10 the play is suggested to make a space because the leading actor is ill طيب اول حاجه الجمله برضو من جمل الباسيف المبني المجهول طبعا المبني المجهول لازم يكون عندنا في الاول بنجيب الاوبجكت المفعول بعد كده فيرب تو بي بعد كده الباست بارتيسيبل او التصريف الثالث طيب هبص على الاختيارات الموجوده عندي انا عندي A being cancelled و D be cancelled الباقي مش هينفع لان ما فيهوش فيرب تو بي طيب طبعا هستبعد اول واحده الجمله الاولى لان تو المفروض بيجي وراها الانفينيتيف الفعل فين في المصدر فهتبقى تو بي cancelled الليتر دي او الاجابه دي طيب الجملة اللي بعديها يقول from the medical report she space to have suffered from amnesia طيب بيقول لك من التقرير الطبي هي بتعاني من المرض ده او فقدان الذاكرة المؤقت طيب طبعا عايز اقول يعتقد الجملة دي باسف مبنية للمجهول تمام طبعا زي ما احنا قلنا المبني المجهول لازم ابدا بالاوبجكت المفعول بعد كده verb to be بعد كده التصريف الثالث انا هنا عندي كلمة she ده المفعول اللي عندي طيب فين فيرب تو بي في الاختيارات الاربعه انا عندي سي وبي دول الاختيارات المتاحه اللي فيها فيرب تو بي بس احنا قلنا لازم يجي وراها التصريف الثالث او الباست بارتيسيبل فطبعا الاختيار الوحيد اللي ممكن يبقى صحيح عندي هنا هو بي از بليفد الجمله اللي بعديها دي من الجمل المهمه وجت في قبل كده في افكار زي كده في امتحانات الثانويه العامه اي واز ادفايزد انا نصحت سبيس باي ا دكتور بات ات واز نوت بوسيبل انا نصحت ان ايه بواسطه الطبيب ولكن ده ما كانش ممكن او ما كانش متاح طيب نفس الفكره برضو من افكار المبني المجهول لازم يكون عندنا verb to be والتصريف الثالث طيب هنبص على الاختيارات اللي موجوده عندنا A ما تنفعش خالص لان هي ing C نفس الكلام to المصدر فانا عندي اختيارين هنا يا اما to be seen يا اما being seen طبعا الverb advice من الافعال اللي بيجي وراها to ثم الفعل فين في المصدر فتبقى to be seen دي الجمله اللي عندنا احسنت يا مستر محمد ننتقل لبيج نمبر 6 مع مستر اكرامي الطويل اتفضل يا مستر قبل بس ما نبدا عايز حضرتك من فضلك تركز معايا في الاجابه قبل ما انا اقول يعني تفكر معايا في الاجابه قبل ما اقول ونشوف احنا اخترنا على اساس ايه في حاجتين عايز ابلغك بيهم حبيبي قبل ما تجاوب جمله بص الحاجتين في معلومه مهمه جدا جدا واضع الامتحان دايما بيجيبها ودايما بيركز عليها قوي خاصه في ثالثه ثانوي حاجه اسمها 2 in 1 يعني هو بيجيب لك فكرتين اور مور او ثلاث افكار في الجمله الواحده فلازم حضرتك تاخد بالك يعني مثلا يجيب لك دايركت وان دايركت مع مثلا او يجيب لك مثلا جمله فيوتشر مع باسيف فركز معايا جدا الحاجه الثانيه اللي عايز اتفق معاك عليها ان يكون عندك حاجه اسمها كي انسر مفاتيح الإجابة اللي تبدأ تاخد الجملة على أساسها احنا مش هنختاره خلاص تعال نبص في الجملة رقم 13 أول حاجة قال لي by the year 2030 أول حاجة أنا عايزك تكون معايا بالقلم والورقة كده عشان هنقول links كده معينة تاخدها مفاتيح معينة أول ما تلاقي by ومدة زمنية لو by ومدة زمنية سابقة يعني تاريخ فات حضرتك هتختار بعدها ماضي تام اللي هو past perfect had plus bb لو by ومدة قادمة يعني future هتختار future perfect اللي هو المستقبل التام طيب المستقبل التام ده بيتكون من ايه؟ من will have plus bb will have plus bb بس دايما بفكرك اي زمن بيجي في دماغ حضرتك هتختاره
اقف شويه ثانيه بس كده افكر، هل الجمله بادئه بالاوبجكت ولا بالسبجكت؟ طيب حلو جدا. طب انا كده معرفت من خلال باي وبعدها سنه قادمه، يبقى هختار فيوتشر بيرفكت. طب فيوتشر بيرفكت بيتكون من ايه؟ ويل هاف بلس بي بي. طب لو هو باسيف هتبقى ويل هاف بين بلس بي بي. طب هنا بدات الجمله الثانيه وقال لي ميني بروجكتس، يبقى بادئه بالاوبجكت اللي هو المفعول، يبقى الجمله مبني للمجهول زي ما مستر عماد قال لنا من شويه. يبقى 2 ان 1 الاثنين الحاجتين الواضحين في الجمله قوي، الكيورد بتاع اللي اخترت على اساسها باي وسنه قادمه، يبقى عايز فيوتشر بيرفكت. الجمله بادئه بالاوبجكت يبقى عايزه باسيف اللي هو ويل وهاف وبين، وتصريف ثالث اللي هي ويل هاف بين، الاختيار الاول. برافو عليك وشكرا ان انت اخترت الاجابه الصح. الجمله الثانيه هتقول لي برضو ركز معايا في الكيوردز، الكيوردز اللي انا بختارها. اي دونت لايك. ممكن واحد يقول لي طب انا اخترت على اساس لايك، انا عارف ان لايك ممكن يجي بعدها الفيرب بلس اي ان جي وممكن يجي بعدها تو بلس انفينيتيف. طيب كويس جدا. طب كمل الجمله. قال لي ات. واحد قال لي دونت لايك، ممكن يقول لي خلاص اي ان جي اي دونت لايك لافينج، اقول له وقفش عند لافينج، يبقى معنى الجمله انا بحبش الضحك، ان هو قال لي لافينج ات، يضحك على او يسخر من، يبقى انا لا احب ان يسخر مني، يبقى الجمله اصبحت باسيف. برافو عليك. بس خد بالك 2 ان 1 ايه كمان؟ ان الفيرب لايك عايز اي ان جي بعديه. طب في الباسيف هيجي ازاي؟ هيجي بين ثم التصريف الثالث. ايوه زي ما حضرتك فكرت كده بالظبط. شكرا. اي دونت لايك بينج لافد ات، لا احب ان يسخر مني. 2 ان 1 اوعى تنساها، اللي هي حاجتين في جمله واحده. نمبر 15. كمان من الجمله بدات بات ومشيت في الجمله بعد السبيس لقيت ذات. عرفت من الجمله كده ان هو الكلام ده باسيف. عرفت منين؟ an accident took place on the ring road، ان في حادثه حصلت على الطريق الدائري، يبقى يقال. ما هو مش بادئ بالسبجكت. طيب ارجع تاني كده عايز تتاكد من اجابتك، ممكن تحط انت افتراضا سبجكت، علي has reported، لقد قرر علي، يعني علي قرر ان في حادثه حصلت. طب ما فيش علي، شال السبجكت وجاب لي مكانه ات، اقول له برضه يبقى باسيف 2 ان 1. يبقى مين الباسيف في الجمل دي كلها؟ مفيش غير باسيف واحد بس. استبعد وانت بتحل الجمله، ارجوك استبعد اللي ما ينفعش تشيله خالص. يبقى it has been reported. يبقى ثلاث حاجات هقولهم لك سريع عشان هنتفق معاهم في بقيه الصفحات. رقم واحد الكيوردز اللي على اساسها هتختار الجمله دي على اي اساس. رقم اتنين ركز الجمله بدأ معاك بسبجكت ولا اوبجكت عشان تبقى ماشي صح، لان ذا سيم تنس نفس الزمن ممكن يبقى اكتف وممكن يبقى باسيف. رقم ثلاثة ركز على قاعدة 2 ان 1، ان ممكن يكون قاعدتين في او ثلاث قواعد في جملة واحدة، فلا تتسرع، لان معظم الجمل اللي عدت علينا دلوقتي وعلى كل زمايلي كانت جملة 2 ان 1 فيها فكرتين. احسنت يا استاذ اكرامي. ننتقل لبيج نمبر 7 مع مستر رمضان التركي. اتفضل يا مستر. طيب رجعنا تاني في الباسيف برضه نمبر 16. سبيس بينتد ذا روم لوج نايس. انت هنا بتتكلم عن ايه؟ طب بينتد ده الباست بارتيسيبل. لو انا بصيت الاختيارات اللي تحت انا عندي افتر. طب افتر اصلا كده كده لها تو رولز، لها قاعدتين، افتر في الفيوتشر وراها بريزنت سيمبل وبعدين فيوتشر، يا اما افتر باست بيرفكت باست سيمبل. تمام. طب انت بتقول افتر هافينج برضو من القواعد، احنا قلنا افتر وذاوت سبجكت وراها فيرب ذاوت اي ان جي، فافتر هافينج تمشي. طيب هافينج وراها الباست بارتيسيبل تمشي برضو ليتر سي، يعني انا عندي افتر هافينج تمشي وهافينج تمشي. طيب هافينج بين او هافينج والباست بارتيسيبل، وهافينج في الباسيف هافينج بين والباست بارتيسيبل تمشي برضو. الوحيده اللي خطا هنا اون، لان اون بتحل محل وين ورا فيرب بلس اي ان جي. والله لو كانت اون سين كنت اقول برضو تمشي. يبقى انا عندي كده 3 تشويسز زي ما قال مستر اكرامي بالظبط. احنا عندنا 3 ان 1 مش 2 ان 1 بقى 3 ان 1. هافينج تمشي وافتر هافينج تمشي وهافينج بين تمشي. طب انت بتتكلم عن ايه؟ انا بتكلم عن ذا روم. طب فين ذا روم في الجمله؟ المفروض اقول افتر ذا روم هاد بينتد، افتر ذا روم هاد بينتد. طب انا هعملها باسيف، افتر ذا روم هاد بين بينتد، لان انا بدات بالايه؟ بالاوبجكت. طب انا ما عنديش هنا اوبجكت، ده انا حطيت اداه ربط حلت محل اداه الربط الاخرى. الطالب اللي فاهم يقول لي طب افتر هافينج كده مش هتنفع عشان الجمله وداوت اوبجكت، يبقى انا ما قداميش غير مين؟ هافينج بين بينتد ليتر بي. تمام. نمبر 17 when the police arrived at the bank they realized that the money had been taken. احنا قلنا الباست بيرفكت something happened before something
أو something happened after something، يبقى هو الحدث الأقدم في اللغة الإنجليزية، الحاجة اللي حصلت في الأول خالص. طب أنت بتقوله البوليس وصل، ده الحد ده وصل البنك، ده أدركوا إن البنك قد سرق، قد سرق. وإحنا قلنا يمكن كانت في حلقة قبل كده مع مستر خالد عطية، قال لما يبقى عندي ضمة في الفعل كده وبدأ بالمفعول زي ما قال مستر إكرامي يبقى دي جملة إيه؟ مجهولة. فأنا هنا لو أنا بص كويس هستبعد هاز، أدي واحدة هستبعد هاز بين تيكن عشان أنا بتكلم في البسط، أصبح عندي يا إما هاد تيكن يا إما هاد بين تيكن. هو إيه اللي اتاخد؟ الماني، الفلوس اللي اتاخدت، حد أخدها، يبقى دي جملة إيه؟ مجهولة. يبقى الاختيار الصح أنا سامع حد بيقول لي ليتر سي، فيري جود، هاد بين تيكن. نمبر 18، أور هاوس هو بادئ بالأوبجيكت زي ما قالوا زملائنا الأفاضل، جملة بادئة بالمفعول، وسبيس ديكوريتد يت، ويت الكيورد زي ما قال مستر إكرامي، ده واحدة برضو من الحاجات اللي بتجيب لنا جمل. طب يت هنا كيورد دل على إيه؟ أيوة على البريزنت بيرفكت. يبقى أنا هستبعد وونت هاف وهستبعد هادنت بين، أصبح يا إما عندي إيه يا إما بي. طب الجملة دي أكتف ولا باسف؟ طب الجملة بادئة بالمفعول، تمام؟ فالبيت إيه اللي حصل له؟ أيوة هازنت بين ديكوريتد يت. أحسنت يا مستر رمضان. ننتقل لبيج نمبر 8 مع مستر سيد مصطفى، اتفضل يا مستر. بيج نمبر 8 سنتنس 19، كويس جدا في البيج ديت ان في معلومه مهمه قوي في الاكتيف والباسيف، برضو ما زلنا في نفس القاعده اللي هي بتتكلم عن افعال التبليغ. افعال التبليغ اللي هي زي مثلا لما احب اقول يقال، يعتقد، من المعروف ان، الحقيقه ديت لها معلومه لازم نبقى عارفينها يا جماعه في الاكتيف والباسيف، ولها قاعده ان انا عشان احول الافعال اللي هي افعال التبليغ اللي انا قلت لكم عليها ديت للباسيف عشان اقول يقال، في طريقتين. الطريقه الاولى بنبدا فيها بات، ثم بنجيب فيرب تو بي وتصريف ثالث، ثم بنجيب ذات وجمله كامله. اما في الطريقه الثانيه بنبدا فيها بالمفعول اللي الكلام عليه، ثم بنجيب فيرب تو بي وتصريف ثالث. مستر سيد هنستاذن حضرتك في الفصل القصير ونرجع تاني، فصل قصير ونرجع تاني. ورجعنا لكم تاني مع مستر سيد مصطفى، اتفضل يا مستر. في الطريقه الثانيه بنبدا بقى بالفاء بالمفعول وفيرب تو بي وتصريف ثالث، ثم تو والمصدر او تو هاف وتصريف ايه ثالث. فلما اقول شي از سيد سبيس ا لوت اباوت فيزيكس، هنا دي بالطريقه الثانيه، شي از سيد يقال، يبقى ادام بالطريقه الثانيه يبقى انا بجيب تو والمصدر، فانا عندي اختيارين ينفعوا او ممكن حد فيهم ينفع، تو نو او تو بي نون. تو نو لو كان الفعل اللي انا هختاره معلوم، تو بي نون لو الفعل اللي انا هختاره مجهول. طب انا بقول ايه؟ لازم اترجم الجمله واعرف معناها. انا بقول يقال انها تعرف، يعني هي اللي بتعرف، الوت اباوت فيزيكس، الكثير عن الفيزياء. يبقى الجمله هنا الفعل اللي عندي هنا معلوم فهختار تو نو. نمبر 20، ذا هوتيل سبيس بيفور ذا فلاتس وير بيلت، الفندق ايه قبل ما الشقق تبنى، had opened ولا had been opened ولا has opened ولا open. طبعا عندي هنا before وbefore من الروابط الزمنية، وراه past simple اللي هو where built، طبيعي يبقى قبليه past perfect اللي هو ماضي تام. طب انا عندي اتنين ماضي تام، had opened و had been opened. طيب هو الفندق طبعا ده مفعول مش فاعل، الفندق مش هو اللي فتح، هو فتح، يبقى مدام مجهول يبقى انا هختار had been وتصريف ثالث اللي هي had been opened. نمبر 21 نفس الفكره بتاعت نمبر 19 اللي هي افعال التبليغ. طب الجمله دي متحوله ايه؟ احنا خلاص قلنا الجمله دي متحوله بالطريقه الاولى ولا بالطريقه الثانيه؟ لا دي متحوله بالطريقه الثانيه عشان مش بادئ بات. طيب احنا في الطريقه الثانيه بنجيب ذات ولا بنجيب تو؟ لا احنا في الطريقه الثانيه بنجيب تو، تمام. يبقى شيء ايه الصوت؟ يبقى انا عايز اختيار بيبدا بتو. عندي بقى نمبر A تو، نمبر B تو بي، نمبر C تو هاف، نمبر D هاد. طبعا نمبر D انا هحذفها خالص لانها مش هحتاجها. طيب شيء ايه الصوت؟ احنا قلنا في الطريقه الثانيه لا اما بنجيب تو والمصدر لا اما بنجيب تو هاف وتصريف ثالث. طب تعالى كده نختار تو. لو اخترت تو هتلاقي ان الفعل سفر ده هنا مش مصدر، يبقى الاجابه الصح ايه؟ تو هاف، لان سفر ده هنا past participle، فهتبقى الجمله شي سوت تو هاف سفرد فروم ان انفكشس ديزيز. احسنت يا مستر سعيد. ننتقل لبيج نمبر 9
مع مستر عماد المنشاوي. اتفضل يا مستر. اوكي. 22 many science articles by clerks in magazines before the war ended. طيب يا جماعه تعالوا نبص على الجمله كده، احنا نبص ليها، احنا هنا بدانا بما وقع عليه الفعل. طيب ما وقع عليه الفعل يبقى ده معناه ان الجمله بتاعتي باسل. طيب اوكي، خلي بالنا من حاجه، لو بصيت في الاربع اختيارات هلاقي فيه هاز وهاد. هاز هاد هاف في الباسيف لازم يكون مع بين. هاف هاز هاد في الباسيف لازم يكون مع بين. طيب مستر احنا كده هنشيل اثنين، هنشيل لتر بي مش هتنفع معايا خالص، وكمان لتر سي مش هفكر فيها. يتفضل لي هاز بين بابليشت، هاد بين بابليشت. ارجع تاني للجمله بتاعتنا، هتلاقي الجمله بتاعتنا فيها كلمه بيفور. الطبيعي جدا ان قبل بيفور بنسبه كبيره احنا بنجيب باست بيرفكت، بنجيب الماضي التام. يبقى انا محتاج هنا الاجابه بتاعتي had been published. 23 the very old house space yesterday had collapsed was collapsed collapsed ولا has been collapsed. طيب هنفكر بالراحه كده، هي الجمله دي بس مستر الجمله دي فيها verb بنقول عليه intransitive verb. احنا عارفين ان الانترانسيتيف فيربس دي يا جماعه انا ما ينفعش استخدمها في صيغه الباسيف. تمام يا مستر، يبقى معنى الكلام بتاعك ان ليتر بي مش هفكر فيه، ليتر دي برضو مش هفكر فيه. طيب انا عندي هنا اختيارين اي وسي. طيب الزمن، فكر في الزمن، هتبص تلاقي الزمن بتاع ايه ده باست بيرفكت ماضي تام. الباست بيرفكت بيعبر عن الحدث الاول من حدثين في الماضي، انا طبعا واضح اني مش محتاجه، هتبقى الاجابه الواضحه جدا اللي هي كلابس. having space the criminal admitted killing the old lady. تمام، ده يا جماعه شكل من اشكال بس، شكل جميل جدا. طيب الشكل ده يا مستر احنا بنشتغله ازاي؟ بنجيب having been مع الباست بارتيسيبل اوف ذا فيرب. having been مع الباست بارتيسيبل اوف ذا فيرب هيبقى واضح جدا ان انا محتاج الاجابه ليتر سي اللي هي been questioned. شكرا. احسنت يا مستر عماد. ننتقل لبيج نمبر 10 مع مستر محمد علي. اتفضل يا مستر. 25 As soon as I space the good news, I got excited. طيب أول حاجة طبعا الجملة دي فيها خدعة بسيطة، إن في ناس أول ما بتشوف as soon as بتفتكر إن بيجي وراها past perfect والجملة الثانية past simple. طيب أول حاجة لازم تقرأ الجملة كويس جدا عشان تعرف هل هما حدثين حصلوا ورا بعض بشكل متتالي ولا حصلوا في نفس الوقت. طيب بيقول لك as soon as بمجرد I got I the good news عملت إيه في الأخبار الكويسة؟ I got excited، حسيت بإثارة. الاختيارات الأربعة اللي عندي هنا فيها الفعل told أو tell. طبعا مش هقول بمجرد ما أخبرت لأن هنا مفيش شخص أخبره، يبقى الجملة دي في المعنى بتاعها أكيد passive. طيب هبص على الاختيارات اللي موجودة عندي اللي ممكن يكون فيها passive، زي ما قال أستاذ عماد من شوية لازم يكون عندي الأوبجكت، بعد كده verb to be، وبعد كده التصريف الثالث أو البي بي. طيب هبص على الاختيارات اللي موجودة was telling، طبعا دي مش تنفع لأن ده ing. طيب الاختيار الثاني عندي was told ممكن، الاختيار اللي بعديه had told ما ينفعش لان لازم يكون فيه verb to be. طيب واخر اختيار have been told. هنا عندي اختيارين passive. طيب هرجع للجمله مره ثانيه، الجمله الثانيه اللي موجوده عندي I got excited، الجمله دي past، يبقى اكيد لازم الجمله اللي قبلها تكون في نفس الزمن. تمام. طيب اني واحده من الجملتين اللي عندي past هي اول واحده اللي هي was told. ماشي، الجملة اللي بعديها 26 بيقول لك what was said in the meeting، ما قيل فين في الاجتماع. ومكمل بعد كده هقرا الاختيارات، هتلاقي الفعل الاساسي اللي عندي كلمة expected، كلمة expected معناها يتوقع. طيب هبص على المعنى كويس واقراه، بيقول لك ما قيل في الاجتماع لم يكن متوقع. تمام، يبقى الجملة دي جملة passive. كويس جدا، انا عندي الاختيارات اللي موجودة عندي اللي ممكن تكون passive هي A B و D. طبعا الاختيار C مستبعد لان ما فيهوش verb to be. طيب اني واحده من دول اللي تنفع؟ هنبص على الجمله مره ثانيه، الاختيار B مش هينفع لان ما فيش تصريف ثالث، المتاح عندي هو A و B. طيب الجمله اللي قبليها زمانها ايه؟ زمانها past ماضي، يبقى المفروض الجمله دي كمان يكون زمانها ماضي. الوحيده اللي تنفع هنا من A او D هي طبعا دي هتبقى hadn't been expected. اخر جمله عندي 27 since the femtosecond space there has been breakthrough in chemistry، منذ اكتشاف الفينتو ثانية يوجد تقدم كبير في الكيمياء. أنا هقرأ الجملة كويس، أكيد الفينتو ثانية هي ما اكتشفتش نفسها، الجملة دي مبنية للمجهول أو passive.
هقرا الاختيارات اللي عندي الاربعه اللي ممكن تكون باسيف، هلاقي A و C و D. الليتر B طبعا مش هتبقى مستبعده، الوحيده اللي ممكن تبص هنا طبعا هنبص هنختار الزمن. طالما عندك ثلاث اختيارات او اختيارين الاثنين باسيف لازم حدد الزمن المناسب. طب حدد ازاي الزمن المناسب؟ هقرا الجمله مره ثانيه. انا عندي كلمه سنس واحده من الكلمات اللي بتدل على البريزنت اي بارتيسيبل، المضارع التام، المضارع التام اللي بيتكون من هاز وهاف والتصريف الثالث، ومعروف ان الجمله اللي بعد السنس دايما بيبقى زمانها باست سيمبل ماضي بسيط. طيب اني واحده من دول ماضي بسيط مبني للمجهول هي اول واحده عندي اللي هي واز ديسكفرد. بدنا ننتقل لبيج نمبر 11 مع مستر اكرامي، اتفضل يا مستر. تاني حبايبي، برضو فكر في الاجابه قبل ما اقول الجمله. هنا برضو بفكرك بثلاث حاجات، رقم واحد الكي ووردز اللي انت على اساسها هتحل، رقم اثنين ان الجمله تكون 2 ان 1 او 3 ان 1، يعني ثلاث افكار او فكرتين في جمله، رقم ثلاثه بحذف المستبعد. الجمله هنا ذا نوفل، طبعا خلاص اعتقد ان فهمت جدا من الزملاء كلهم دلوقتي ان الجمله بدات بالابجكت، يبقى الجمله باسيف. رقم اثنين وكمان دليل على الباسيف باي. رقم اثنين بعد كده حضرتك هتقول لي ذا نوفل، كتير جدا من الطلبه هيقول لي وير راتن على اساس ان هي باسيف، هقول له بس انت اخطات لان انت ما كملتش عشان لسه في كي ووردز ثانيه. بعدها قال لي ار ريد افري وير، طب هنا لو وقف لحد كلمه باي تشارلز داكنز يبقى الجمله دي باسيف بس، يبقى ذا نوفلز وير راتن. طيب لو حضرتك هو كمل وعمل ديسكريبشن، لما يعمل ديسكريبشن تاني في الجمله يبقى الجمله محتاجه ريليتيف بروناونز اللي هو ضمير الايه؟ الوصل. يبقى تقول لي الروايات التي كتبت بواسطه تشارلز ديكنز ار كذا، تكون كذا. انت لو قلت، لو خدت بالك من اللي انت قلته هتقول التي كتبت، التي ده كده الريليتيف بروناونز، وكتبت ده الباسيف، يبقى عايز 2 ان 1. يبقى هنا عندي مين؟ which were written. 1 2 3 which were written، ده الشكل الكامل. يا اما تلاقي الاجابه دي كامله اللي هو 1 2 3 which were written، يا اما تلاقي 3 بس اللي هي written التصريف الثالث، ودي حاله من حالات الحذف مع الباسيف. برافو عليك، كان اختيارك صح written، والناس اللي اختارت were written اعتقد ان كده انت عرفت ما اخترناهاش ليه، لان الجمله بعد كده وصفيه فمحتاجه relative pronouns. 29 solar energy، الطاقه الشمسيه، can now be captured، يمكن الان الحصول عليها. and not، لو بتلاحظ في حاجه في العربي اسمها العطف، احنا عندنا and اللي هي و، الجمله فيها can be captured، can be captured، يبقى اذا اللي بعد and يعتبر نفس الحكايه، هقول can be stored، can be stored. طب الحذف لما يكون عندي and مش لازم اعيد الصيغه كامله، ممكن اخد نفس الفعل بس captured and stored، captured and stored، ده لعدم اعاده نفس الصيغه مره ثانيه. شكرا لحضرتك، اه انت كده جاوبت صح، هي stored. الثالثه بقى، لا جمله محتاجه احترام بقى، لا بعد اذن حضرتك فكر فيها كويس. الكي ووردز ابدا ازاي؟ احل على اساس ايه؟ طالب على طول يلمح كلمه اف، اقول له شكرا برافو عليك وصلت للكي ووردز. يبقى دي قاعده اف، الكام حدد الاول. طب احدد منين؟ شوف الجمله الكامله، هتلاقي would have plus بي بي، اه برافو عليك، حاله ثالثه، حاله ثالثه would have plus بي بي. إذا الجزء الثاني أو جملة إف هي had plus بي بي اللي هو الباست بيرفكت الماضي التام. طب لحظة عليا كده، أنت عرفت؟ أه had plus بي بي، روح تختار على طول had log. يا حبيبي قلت لك أرجوك استنى، أرجوك استنى، أنت اخترت برضو بسرعة، فيها 2 in 1. الجملة بعد إف بادئة بالأوبجكت اللي هي إت، يبقى لازم تاخد بالك إن هي باسيف، يبقى بدل had logged تبقى had been logged. أوعى تنسى ال 2 ان 1 دايما، هو ما بيعملش معاك، ما بيجيبلكش الجمله صريحه، انت في ثالثه ثانوي، لازم الجمله يكون فيها سام تريكس كده، حاجات صغيره علشان انت تفكر، ما تتزحلقش على طول اول ما تشوف اجابه واضحه، لا لازم تفكر شويه تو ريلاكس. المعركه السنه دي انا بقولها لك تاني، هي معركه هدوء وتفكير عميق في الجمله، مفيش حاجه اسمها بتيجي من المريخ، الجمله الجايه سهله ومعروفه بس انت لا تتسرع. احسنت يا مستر اكرامي، ننتقل لبيج نمبر 12 مع مستر رمضان التركي، اتفضل يا مستر. 31 رجعنا لكم تاني برضو مع الباسيف، والحصه اعتقد ان الناس كده اجادت الباسيف من كتر الجمل اللي قلناها، الاساتذه كلهم وضحوها. ذا تريب از اكسبكتد تو، طبعا تو بلس انفينيتيف، يبقى هستبعد كانسل ليتر سي، احنا عندنا كانسل، هاف كانسلد، كانسلد، بي كانسلد. ها
هستبعد لتر سي تماما خلاص كده. عندي كانسل تمشي وهاف كانسل تمشي وبي كانسلد. الناس اللي مركزه تو هاف والباست بارتيسيبل اللي هو انا بتكلم في الباست، بتكلم عن حاجه في الباست، فهستبعد هاف كانسل اصبح عندي اما تو كانسل يا بي كانسل. طب هو الرحله از اكسبكتد ما مش هتتلغي لوحدها، يبقى انا كده بادئ بمفعول، يبقى الصيغه الثانيه زي ما قال مستر سيد از باست بارتيسيبل تو الانفينيتيف يبقى بي كانسلد. 32 parents should get their children. يا اولاد احنا عندنا في يونت 8 الكوزاتيف في الاكتيف وفي الباسيف. ركز بقى معايا كده، اكتب اكتب ورايا، اكتب ورايا. get مع العاقل to الانفينيتيف، get مع العاقل to الانفينيتيف. طب وهاف، هاف مع العاقل يبقى ده انفينيتيف، هاف في كل الازمنه طبعا، يبقى get عاقل to انفينيتيف، هاف مع العاقل انفينيتيف. كده اول واحده. طب مع الباسيف بتاعهم get وهاف مع something past participle، get have something past participle، احفظها كده كويس. تمام، تعالى بقى معايا. يبقى انا عندي ادي الجمله parents should get، ادي get موجوده، their children، their children اولادهم، ده عاقل ولا مش عاقل؟ عاقل. يبقى انا محتاج ايه؟ ايوه انا سامع حد بيقول لي to infinitive، يبقى to limit، to limit. 33 I don't cut my hair myself، انا ما قصتش شعر بنفسي. احنا قلنا ايه؟ have get اسم شيء تصريف ثالث، have or get اسم شيء past participle. هل اقول do it cut، get it cutting، have it cut، have cut it. الناس اللي مركزه have اسم شيء تصريف ثالث، يبقى اختار letter C have it cut. احسنت يا مستر رمضان. ننتقل لبيج نمبر 13 مع مستر سيد مصطفى، اتفضل يا مستر. ما زلنا في جمله في قاعده الكوزيتيف اللي مستر رمضان بدا فيها، واتكلمنا ان الكوزيتيف ممكن يكون في الاكتيف وممكن يكون في الباسيف. فنمبر 34 بتقول we don't always نقط we wash it ourselves. Wash our car، do our car washed، getting our car washed، have our car washed. هنا طبعا انا عندي فوق في الجمله في don't، don't يبقى انا محتاج بعدها فعل في المصدر، يبقى الاختيار رقم سي غلط. في عندي بقى wash our car ودو our car washed وعندي have our car washed. لو شفنا wash our car هي تنفع، لو انا بقول وي دونت اولويز واش اور كار عادي، ايه المشكله؟ لكن المشكله في الجمله الثانيه، لازم اقرا الجمله للاخر، ما ينفعش اقرا نص الجمله واحل، لا لازم اكمل الجمله عشان اعرف الاجابه الصح وما يضحكش عليا بسهوله. هو في الجمله الثانيه بيقول لي وي واش ات اور سيلفز، يبقى هو عايز يقول احنا ما بنخليش حد يعمل لنا او يغسل لنا السياره لان احنا بنغسلها بنفسنا، يبقى ده كوزيتيف. الكوزيتيف معناه كده يا جماعه، معناه ان في فاعل اخر غير فاعل الجمله هو اللي بيقوم بالفعل. فهنا احنا اللي بنقوم بالفعل، يبقى احنا عايزين نقول ان احنا ما بنخليش حد يعمل لنا كده او ما بنخليش حد يغسل لنا السياره، يبقى ده كوزيتيف. يبقى هجيب هاف او جيت زي ما مستر رمضان قال، ثم اور كار اللي هو السامثنج الشيء، ثم التصريف الثالث. فوي دونت اولويز هاف اور كار واشد. نمبر 35 شي هير كار تو ويكس اجو، شي جوت هير كار فيكسينج، شي جوت فيكسد هير كار، شي جوت هير كار تو فيكس، she got her car fixed. خلاص احنا اتكلمنا في القاعده مش هنتكلم فيها كتير، خلاص ده كوزيتيف برضه. فطبعا هنا محتاج هاف او جيت ثم اوبجكت ثم تصريف ثالث. الوحيد اللي ينفع مين؟ نمبر دي، got her car fixed، she got her car fixed، she got her car fixed two weeks ago. بس طبعا هنا في خطا في الجمله ان احنا نشيل كلمه هير كار، لان المفروض الصح she got her car fixed two weeks ago. نمبر 36 I visited the oculist to نقط، انا زرت الاوكيوليست. طبعا الاوكيوليست لازم نبقى عارفين ان هو طبيب العيون. طب انا زرت طبيب العيون to test my eyes ولا to get my eyes testing ولا have my eyes tested ولا get tested my eyes. هو طبيعي ان انا بقول في العربي انا زرت طبيب العيون عشان افحص عيناي، بس طبيعي لما بقول افحص عيناي، بس انت عارف ان انا مش انا اللي هفحصها، يعني انت فاهم ان حد تاني هيفحص. ما هو ده الكوزيتيف، الكوزيتيف معناه ان في حد تاني هيقوم بالفعل. طيب يعني ده كوزيتيف؟ اه، يبقى انا محتاج جيت او هاف ومحتاج بعدهم المفعول ثم التصريف الثالث. يبقى الحل هنا هيبقى ايه؟ جيت ماي ايز تيستد او هاف ماي ايز تيستد. انا عندي هنا مين فيهم؟ هاف، هختارها اللي هي رقم سي، هاف ماي ايز تيستد. احسنت يا مستر سيد. ننتقل لمستر عماد المنشاوي وبيج نمبر 14. اوكي يا جماعه مع بعض. 37 ستريك تيتشرز دونت سبيس students make noise in the class. نفس الكلام اللي قاله الاساتذه من شويه، احنا هنا بنتكلم عن درس الكوزاتيف. طيب مبدئيا كده letter A prevent
مش منطقية، مش هتمشي مع منهج الجملة ولا صيغة الجملة، يبقى بلاش منها خالص. هيبقى فاضل لك جيت، فاضل لك allow، وفاضل لك let. طيب احنا قلنا يا جماعة لو في جيت بيبقى بعده في عاقل، بيبقى بعده في to، بيبقى بعده في infinitive. خلاص كده يبقى جيت انا مش هفكر فيها. يتفضل لك حاجتين allow وlet. طيب allow يا مستر بيجي معاها مفعول to مصدر. طيب let، let مفعول مصدر بس. طيب انا الجملة بتاعتي بتقول students make، يبقى حضرتك كده عندك مفعول وعندك مصدر، يبقى الإجابة بتاعت حضرتك هتبقى let. الجملة اللي وراها برضو causative، ليلى usually twice a year. هنا بقى أنا همشي على حاجة اسمها ترتيب الكازيتيف. اللي هيبدأ معايا من مين يا جماعة؟ اللي بيبدأ معايا يا إما من have يا إما من get. فلو عندي في have بعدها في عاقل هنجيب بعدها مصدر. طب لو عندي في get وبعدها في عاقل بجيب to المصدر. طب لو عندي have غير عاقل بنجيب الباست بارتيكل اوف ذا فيرب، ولو عند حضرتك شي جيت وغير عاقل برضه بتجيب الباست بارتيكل اوف ذا فيرب. طب تعالى نبص كده مع بعض. ليلى يوجوالي، هنبص في الاختيارات هتلاقي هاز هير تيس تشيك، بي تشيكس هير تيس، هاز تشيكد هير تيس، جيت هير تيس تشيكد. مبدئيا كده انا مش هفكر في الاجابه بي خالص، مش هتبقى منطقيه معايا. طيب كمان يا مستر الإجابة سي مش هتنفع لأن هي مش ماشية على الترتيب بتاعي. طبعا هيتفضل لي حاجتين has her teeth checked أو get her teeth checked. حضرتك عندك ليلى، ليلى مستحيل أجيب معها get. ليلى لو هجيب معها هجيب معها get، هتبقى الإجابة الوحيدة اللي تنفع هنا has her teeth checked. طيب my mother usually gets me، نفس الكلام اللي احنا بنقوله يا جماعة. انت عندك get وعندك me، يعني عندك get وعندك عاقل. لما يبقى عندك جيت وعندك عاقل شور انت محتاج تو بلس انفينيتيف، هتبقى الاجابه ليتر سي تو تايدي. احسنت يا استاذ عماد. ننتقل لبيج نمبر 15 مع مستر محمد علي. اتفضل يا مستر. روبرت كانت انسر ذا فون ناو هي سبيس هيز هير كات. طيب زي ما اوضح بالظبط زملائي، قال ان هنا جمله او الدرس بتاعنا بيتكلم عن البوزيتيف، واضح ان مجموعه الاسئله دي بتتكلم عن البوزيتيف. طبعا لو الجمله عند حضرتك بعد مفروض زي ما قال كده، عندي لو عندي هاز او هاف وجي وراها عاقل المفروض يجي وراها المصدر، ولو جه وراها غير عاقل المفروض نحط التصريف الثالث. طيب انا عندي هنا في الاختيارات كل الجمل فيها هاف او هاز او ويل هاف او هاد، يعني كلها اشكال هاف في ازمنه مختلفه. يبقى هنا عندي في فكره مهمه جدا، هو رابط لك درس البوزيتيف بأزمنة اللي انت درستها قبل كده في المنهج. طيب انا هنا هختار حسب التنس او حسب الزمن المناسب. هقرا الجمله بيقول لك روبرت كانت انسر ذا فون ناو، روبرت مش هيقدر يرد عليك دلوقتي حالا. يبقى الحاجه دي هنا مستمره دلوقتي، يبقى المفروض هنختار زمن البريزنت كونتينوس. طبعا الوحيده اللي هنا بريزنت كونتينوس هي از هافينج، يبقى الباقي استبعدته ليه؟ علشان التنس الزمن المناسب. اللي بعديها 41 she had her wisdom tooth that's why she was in such a bad mood. طيب انا هقرا الجمله زي ما وضح زملائنا بالظبط. انا عندي هنا كلمه had درس البوزيتيف، لو جه وراها حاجه غير عاقل يبقى على طول هيجي وراها التصريف الثالث للفعل. طيب هبص على الاختيارات اللي عندي موجوده هنا. انا عندي اول واحده دي طبعا مش تصريف ثالث، وثاني واحده طول مصدر ما تنفعش، وهي السي الموجوده اللي عندي تصريف ثالث، اخر واحده للاسف مش تنفع. طيب اخر جمله عندي 42 I made احسنت حبيبي. شكرا. ننتقل لبيج نمبر 16 مع مستر اكرامي الطويل. اتفضل مستر. 43 طيب نرجع تاني ل 43. هنا زي ما دايما بقول لك بقاعده المفاتيح الاجابه، احنا عندنا هنا الفعل ميك. فعل ميك ده من اخطر الافعال اللي موجوده في عند حضرتك. اول حاجه هنا قال لي ماي سان واز ميد، واز ميد ذا ويندو. لو بصينا في الجمله اللي كانت قبلها على طول، طيب عشان الجملة عدت خلاص، فأنا هقول لحضرتك الفعل ميك لو هو قبليه فاعل، لو قبل في قبليه فاعل يبقى هات بعديه مصدر. لما أقول إكرامي ميد مي رايت أن إيساي، خلاني أكتب إيساي. طب لو قلت لي أي، أنا هنا إيه؟ أوبجيكتيف بروناون، هقول لك واز ميد تو رايت. يبقى باختصار شديد ميد قبلها سبجكت يبقى بعدها مصدر، قبلها أوبجيكت يبقى بعدها تو الإيه؟ تو والمصدر. دي الجملة، دي خلاصة الكلام فيها. 44 44 الكازيتيف، بما ان دي اخر جملة للكازيتيف وكل زمايلي استفادوا في الكازيتيف، فانا هقول لحضرتك هما كلمتين سريعا.
في الكوزيتيف. هاف وميك بعدهم عاقل يبقى مصدر. جيت وكوز الاو بيرميت فورس بعدهم عاقل يبقى تو المصدر. غير عاقل يبقى التصريف ثالث على طول، يبقى الاجابه هي هاف ذا تانك فيلد. اخر جمله هنا ماي فادر نوت مي تايدي زي ما قال مستر عماد، هنا بعدها عاقل والفعل في المصدر، يبقى انت عندك يا اما هاف يا اما جوت. هاخد هاد عشان هي الماضي. طيب ليه ما اخدش جوت هنا، ما اخدش هاز لان مضارع فانا عايز الفعل الماضي. احسنت يا مستر اكرامي. انتقل لبيج نمبر 17 اند ذا لاست وان مع مستر رمضان التركي، اتفضل يا مستر. 17 for 6 يوسف بروميزد ذات هي اس ذا نيكست مورنينج. يا جماعه ده كده من جمل الدايركت والنون دايركت، فبروميزد كده في الباست، يبقى هستبعد ويل فون، هستبعد طبعا عندي وود فون وعندي هات فون وعندي فون، طبعا عندي ذا نيكست يبقى ده كلمات الفيوتشر. اعتقد الناس اللي مركزه معايا يبقى هنختار ايه؟ ايوه وود فون. تمام. 47 عمر مي، مين اللي بيجي وراها مفعول؟ طب سيد مي ما تنفعش سيد وداوت ان اوبجكت. اكسبليند وادمت، ادمت وعلى وراها ان جي مش مستبعده برضو، عندي اكسبليند مستبعده. عمر تولد مي ذات، عمر تولد مي ذات، الناس اللي فاهمه الدايركت والاندايركت ادي تولد وادي مي ذات، واكمل باقي جملتي. يبقى الاختيار بتاعنا ليتر سي. اللي بعد كده دي جمله فاكت حقيقه علميه، واحنا في الدايركت والاندايركت في الفاكتس وفي جاست وفي جاست ناو او مومنت اجو بنحافظ على الزمن، يبقى نختار مين؟ ليتر دي از. تمام. احسنت يا مستر رمضان. مستر رمضان كده في نص دقيقه لو عندك اي رسائل سريعه للطلبه بتاعتك اتفضل. والله الرسائل السريعه للطلبه، خلي بالك السنه دي الامتحان هيبقى يعني محتاج طالب يفكر وطالب يقرا الجمله كويس جدا ويشوف التريكات اللي في الجمله قبل ما يحل ويبقى عنده تركيز عالي جدا. وطبعا انا كنت في صحبه النهارده جميله وسعدت بيهم. احسنت يا مستر رمضان. مستر سيد اي رساله للطلبه بتاعتك اتس اوكي جو اهيد. احنا نتمنى من كل اولادنا السنه دي في ثالثه ثانوي ان هم يعتمد اكتر على فهم الجمله ويعرف ان الامتحان جاي عشان يقيس التفكير ويقيس الفهم مش يقيس الحفظ. فانت لازم تقرا كويس وخلي عندك ثقه في نفسك، الامتحان جاي في اللي انت عارفه، بس انت اقرا كويس وركز. احسنت يا مستر سيد. مستر عماد لو في اي رساله للطلبه بتاعتك تسوكي. تمام ان شاء الله السنه دي هتبقى كويسه جدا باذن الرحمن. نظام جديد حاجه مش وحشه، نظام جديد دي حاجه كويسه جدا جدا، بس انا عايز منك حاجه واحده بس، تعمل اللي عليك وان شاء الله ربنا هيبقى معاك باذن الله، ما تقلقش. مستر محمد علي اتفضل يا حبيبي. طبعا انا عايز هنا الطلبه بتاعتي وكل الطلبه اللي في مصر ما تتسرعش في الاجابه زي ما واضح زمايلي بالظبط. النظام الجديد بيقيس مستوى الفهم، للاسف في ناس بتبقى حافظه، طبعا الحفظ السنه دي مش هينفع جامد قوي، طبعا لازم حضرتك تبقى فاهم كل جمله حضرتك بتقراها، ما تتسرعش في الايه؟ في الاجابه. عايزك تبقى عندك ثقه شويه اكتر، وعايزك ما تبقاش قلقان، وربنا يوفقكم. مستر اكرامي اتفضل. برجع واقول لحضرتك بسرعه ثلاث كلمات، هم المعركه السنه دي معركه فوكاب وليست جرامر فقط. فكل المذاكره الناس اللي بتذاكر جرامر جرامر وسايب الباقي، ارجوك خد بالك من الفوكاب. الثانيه الطالب اللي بيقول ضاعت وخلصت ولسه ما ذاكرتش، انت لسه بدري بتقدر. الثالثه والاخيره شد حيلك واستعين بالله، والله هتقدر تعمل كل حاجه. بنطلب من مستر احمد يسيب بقيه الملف تحت الفيديو على اليوتيوب في الديسكربشن، يحله ويتواصل معنا واحنا تحت امركم في اي حاجه. احسنتوا يا جماعه وشرفتونا من الحلقات الممتعه اللي انا استمتعت بها شخصيا، وتمنياتنا القلبيه لكل طلابنا الاعزاء بالتوفيق والنجاح دايما يا رب. شكرا لكم جميعا. شكرا.